أستاذ مهدي. أستاذ مهدي. الحمد لله بالسلامة. أنا كنت مستنيكي. ما تأخرتيش. صدق المكان زي ما تخيلته بالظبط. أصدق؟ أصدقش ليه؟ معلش إذا كان بعيد عن العمار ومتطرف شوية. لا بس أنا وصلت بسرعة. دي بشرة خير. نورتي صومعتي المتواضعة. ها؟ تشربي إيه بقى؟ لا ولا حاجة. أنا جاي أسأل على حاجة وهمشي على طول. اسألي عن إيه؟ فين السؤال؟ هو ده السؤال؟ معناه ايه الشكل ده؟ انت شفتيه فين؟ يعني مش عارف؟ واعرف منين؟ في القصر اللي كان في الحلم لما كان معايا سامح وطارق. يعني عارف هو؟ مجرد استنتاج. رمية بغير رام، يعني بالبلدي كده ضربة وصابت. طيب معناه ايه بقى؟ والله لو أعرف كنت قلتلك وطمنت قلبك. إنما هو أكيد له معنى، والمعنى ده هو مفتاح الصندوق المقفول اللي أنت واقفة قدامه محتارة ومش عارفة جواه إيه. يعني أنا جيت لك لغاية هنا عشان تقول لي ألغاز تانية؟ أنت مش قلتلي هتساعدني؟ بالله أقدر عليه. أنا حامل لنفسي قهوة أعملك معايا. واضح إن أنا ضربت المشوار على الفاضي. عن إذنك. تحديني تاني النهاردة؟ لا مش هيك. اسمع مني وارمي كلام البحر لو مش عاجبك. انت ماشية في طريق اللي بيوصل لآخره بيرجع حد تاني، هو نفسه ما بيعرفش نفسه. مش فاهم. انت عارفة اللي قدامك ده كان بيشتغل ايه من 5 سنين؟ مهندس في أكبر شركة مقاولات في الخليج. كنت بقبض فلوس بالهبل. كنت بشتغل زي طور في ساقية عشان أأمن مستقبل لابني وبنتي. وبعدين؟ إيه اللي حصل؟ كنا في أجازة وراجعين للخليج تاني يوم، وأنا اللي كنت سايق. اتخانقت أنا ومراتي على حاجة تافهة. تافهة لدرجة إن أنا مش فاكرها. وما حسيتش إلا والدركسيون بيلف في إيدي، وبعدين ضلمة. لما فقت قالوا لي مراتك وابنك وبنتك ماتوا. ساعتها أنا رحت، واللي رجع واحد تاني. البقاء لله. وديني بحاول أقضي الأيام اللي بقيالي لحد ما أرجع لهم في حاجة مفيدة، زي إن أساعدك مثلا. خدي بالك، اللي بيروح ما بيرجعش. وإنت من ساعة الحادثة رحتي وما رجعتيش. الرجوع شبه الولادة. مؤلم، صعب، واسي، بس شايل بشاير حياة جديدة وفرح مستخبي ورا